اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده هتكلم عن بعبع الامهات من وهي حامل وهي بتفكر لبني هيكون كفايه ولا مش كفايه. الوهم الكبير اللي كل الامهات بتبقى خايفه منه، وبيؤدي كمان الوهم ده لو صدقته لفشل عمليه الرضاعه. خلينا نقول، هو في اصلا حاجه اسمها لبني قليل؟ لبن القليل ده بيبقى ليه اسباب اوليه واسباب ثانويه. وخلينا نقول ان معظم الاسباب هي اسباب ثانويه. يعني ايه ثانويه؟ يعني ليها سبب، يعني بفعل فاعل، سواء بقى الفاعل ده الثقافه بتاعتنا، سواء المجتمع اللي احنا عايشين فيه، سواء مامتك او حماتك اللي عايشين معاكي في نفس البيت وبيدفعوكي لحاجات معينه او لرضع صناعي. المهم انه بفعل فاعل. ايه هو فعل الفاعل ده بقى؟ ان انتي اول سبب انك تكوني دخلتي حاجات خارجية، دخلتي اعشاب، دخلتي لبن صناعي. ده بيؤدي، مش مشكلة كمان في الرضعة نفسها، لا، المشكلة ان الطريقة اللي اديتي بيها. لو اديتي بالبيبرونة، الببرونة بتؤدي الى اضطراب الحلمات وبتخلي الطفل يرفض الرضاعة من ثدي مامته، وبالتالي الادرار اللبن، وتبقى دايرة مغلقة. الطفل مش راضي يرضع عشان اللبن قليل، عشان يقوم واخد رضعة صناعي فاللبن يقل. ده اشهر سبب بيقلل اللبن عند الام. تاني حاجة ان يكون صدرك كان محتقن وحصلت هجمة اللبن اللي بتحصل عند امهات كتير وما تعالجتش كويس، فبتأدي ان الخلايا اللبنية دي بعد ما التهبت بيحصل فيها بعض الدمور. تالت حاجة الالم. لو انت متألمة اثناء الرضاعة بيخليكي مش عايزة ترضعي باستمرار، فبالتالي اللبن بيبتدي يقل. رابع حاجة انك ما تكونيش بترضعي البيبي بالليل وانت نايمة. خامس حاجة تنظيم الرضاعة. تنظيم الرضاعة بيقلل كمية اللبن اللي بيضخها الثدي. يعني في الاخر زي ما قلتلك، الموضوع بفعل فاعل. طب هل في اسباب اولية ممكن تؤدي ان اللبن فعلا يبقى قليل؟ في، بس اقل من 5%. يعني كل 100 ام 5% ممكن يكون فعلا عندها مشكلة تخلي اللبن قليل. زي ايه؟ حاجات بتبقى هرمونات، مشكلة اضطراب في الهرمونات، زي مثلا عندها الغدة او عندها السكر، او تكون عملت جراحة استأصلت جزء من الثدي بالقنوات اللبنية بتاعته، او ان ربنا خلقها بالجلاندولار تيشو او القنوات اللبنية دي فيها نقص زيادة عن العادي. مش عايزاك تحطي الاسباب دي في دماغك، لان زي ما قلت دي اقل من 5%. طيب حصلت بقى المشكلة ولبنك قل فعل فاعل، ملهوش حل؟ لا، ليه حل. ايه بقى الحل بتاعه؟ اول حاجة لازم تزوري استشاري رضاعة طبيعية، مش دكتور اطفال عادي، لان هو ده اللي هيعرف يتابعك بطريقة صحيحة ويبقى عارف ازاي يزود ادرار اللبن. تاني حاجة ان احنا تحطي البيبي على صدرك كل شوية. اكبر مضر للبن هو شفط الشفط، سواء بقى عن طريق البيبي او عن طريق مضخ. حتى لو لبنك قليل تحطي البيبي على صدرك كل شويه. تالت حاجه تضخي اللبن باستمرار، ويا سلام لو قدرتي ترضعي البيبي من ثدي والناحيه الثانيه تشفطي منها، دي بتزود ادرار اللبن جدا. رابع حاجه تبطلي اي حاجه خارجيه بتديها للطفل في اول 6 شهور، اعشاب، لبن صناعي، تخليه يكون معتمد اعتماد كلي عليكي، فهيضعف فهيضطر يشفط منك فهيزود اللبن، لان طول ما انت بتديله البديل هيقل ادرار اللبن عندك. خامس حاجه بندي مدرات للبن. ايه هي مدرات اللبن؟ مدرات كلها طبيعية زي الحلبة، السمسم، الجرجير، اليانسون، وكمان بناخد بعض الأدوية زي الهربانة، دي كلها أعشاب، وممكن أقراص الموتيليوم برضو نديها، بتستخدم ليها وظائف تانية غير الأدوية إنها للترجيع، بيستخدم في زيادة إضرار اللبن. يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقة دي، وأشوفكم على خير، ورضعي وافتخري دايماً.